بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المكتبة الصوتية لقراءة مؤلفات الشيخ الدكتور هيثم بن محمد سرحان يقدمها لكم عمرو البساطي نقدم لكم كتاب تقريب الوصول إلى شرح الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى ويليه المنحة الإلهية بتهذيب شرح منظومة القواعد الفقهية للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى ويليه الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله تعالى وتسهيل طرقات نظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحمه الله تعالى ومنظومه الاصول والقواعد لمحمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى المجلس الاول مقدمه الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فهذا مجموع في باب اصول الفقه والقواعد الفقهيه يحتوي على كتابين مهمين لطلاب العلم هما متن الاصول من علم الاصول للشيخ العلامه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله وشرح الشيخ العلامه عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله على منظومته منظومه القواعد الفقهيه وقد اعتمدنا في اخراجنا لهذين الكتابين طريقه جدوله المحتوى وتوضيح ما يحتاج الى توضيح بشيء من الاختصار كما اضفنا عددا من الاختبارات التي يتمكن الطالب من خلالها من مراجعه مقروئه وتقييم تحصيله وتدميما للفائده فقد الحقنا في اخر هذا المجموع ثلاثه متون مهمه لطالب العلم واقتصرنا على المتن لكون أكثر المسائل مفصلة فيما سبق من الكتاب. وهذه المتون هي: متن الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله. تسهيل الطرقات نظم الورقات لشرف الدين العمريطي رحمه الله. منظومة أصول الفقه وقواعده للشيخ العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله. وننقل هنا كلاما قيما للعلامه القرافي رحمه الله في الفرق بين علم اصول الفقه وعلم القواعد الفقهيه قال رحمه الله ان الشريعه المعظمه المحمديه زاد الله تعالى منارها شرفا وعلوا اشتملت على اصول وفروع واصولها قسمان احدهما المسمى باصول الفقه وهو في غالب امره ليس فيه الا قواعد الاحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وما يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح، ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم والصيغة الخاصة للعموم ونحو ذلك، وما خرج عن هذا النمط إلا كون القياس حجة وخبر الواحد وصفات المجتهدين. والقسم الثاني قواعد كلية فقهية جليلة كثيرة العدد عظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع في الشريعة ما لا يحصى ولم يذكر منها شيء في أصول الفقه. نسأل الله الحي القيوم أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن ينفع به القارئ والكاتب. إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أولا تقريب الوصول إلى شرح الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى مقدمة المؤلف الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما اما بعد فهذه رسالة مختصرة في أصول الفقه، كتبناها على وفق المنهج المقرر للسنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية، وسميناها الأصول من علم الأصول. أسأل الله أن يجعل عملنا خالصا لله نافعا لعباد الله. إنه قريب مجيب. الدرس الأول أصول الفقه أصول الفقه يعرف باعتبارين: واحد باعتبار مفرديه: أصول وفقه، اثنان باعتبار كونه لقبًا لهذا الفن المعين. تعريفه باعتبار مفرديه: واحد الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره، ومن ذلك: أصل الجدار، وهو أساسه. واصل الشجره الذي يتفرع منه اغصانها قال الله تعالى الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء اما تعريف الفقه فيعرف من وجهين فهو لغه الفهم ومنه قوله تعالى واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه العمليه بادلتها التفصيليه بيان المعنى الاصطلاحي للفقه واحد كلمه معرفه العلم والظن لان ادراك الاحكام الفقهيه قد يكون يقينيا وقد يكون ظنيا كما في كثير من مسائل الفقه. اثنان: الأحكام الشرعية هي الأحكام المتلقاة من الشرع كالوجوب والتحريم، فخرج به الأحكام العقلية كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والأحكام العادية كمعرفة نزول الطل في الليلة الشاتية إذا كان الجو صحوا. ثلاثة: العملية، وهي ما لا يتعلق بالاعتقاد، كالصلاة والزكاة، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد كتوحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقها في الاصطلاح، وقوله بأدلتها التفصيلية، أدلة الفقه المقرونة بمسائل الفقه التفصيلية، فخرج به اصول الفقه لان البحث فيه انما يكون في ادله الفقه الاجماليه اما تعريف علم الاصول باعتبار كونه لقبا للفن فهو علم يبحث عن ادله الفقه الاجماليه وكيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد شرح التعريف قوله الاجماليه اي القواعد العامه مثل قولهم الامر للوجوب والنهي للتحريم والصحه تقتضي النفوذ فخرج به الادله التفصيليه فلا تذكر في اصول الفقه الا على سبيل التمثيل وقوله وكيفيه الاستفاده منها معرفة كيف يستفيد الأحكام من أدلتها، بدراسة أحكام الألفاظ ودلالاتها، من عموم وخصوص وإطلاق وتقييد، وناسخ ومنسوخ، وغير ذلك، فإنه بإدراكه يستفيد من أدلة الفقه أحكامها. قوله وحال المستفيد، معرفة حال المستفيد وهو المجتهد سمي مستفيدا لانه يستفيد بنفسه الاحكام من ادلتها لبلوغه مرتبه الاجتهاد فمعرفه المجتهد وشروط الاجتهاد وحكمه ونحو ذلك يبحث في اصول الفقه فائده اصول الفقه التمكن من حصول قدره يستطيع بها استخراج الاحكام الشرعيه من ادلتها على اسس سليمه فائده اول من جمعه كفن مستقل الامام الشافعي محمد بن ادريس رحمه الله ثم تابعه العلماء في ذلك فالفوا فيه التاليف المتنوعه ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته من فوائد أصول الفقه واحد أنه من أكبر الوسائل لحفظ الدين وأدلته الكبرى من شبه المضللين اثنان أنه يفيد الباحثين في علم الفقه المقارن لأن علم الأصول من أسس المقارنة ثلاثة أنه يفيد الاطمئنان إلى أن الأحكام في المذاهب الفقهية قد سارت على علم ومنهج. أربعة: أنه يفيد القضاة والمفتين، ويفيد أهل التخريج في معرفة أحكام المسائل التي لم ينص عليها. خمسة: أنه يعين على فهم كثير من العلوم الأخرى، كالتفسير والحديث والفقه واللغة والبلاغة والعقيدة، وغيرها بعض أهم المؤلفات في علم أصول الفقه واحد إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للشوكاني رحمه الله اثنان روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي رحمه الله ثلاثة مراقي السعود لابن الحاج الشنقيطي رحمه الله. أربعة: الورقات لأبي المعالي الجويني رحمه الله. خمسة: الموافقات لأبي إسحاق الشاطبي رحمه الله. الدرس الثاني: الأحكام. الأحكام جمع حكم وهو لغة القضاء. واصطلاحا ما اقتضاه خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين من طلب او تخيير او وضع بيان المعنى الاصطلاحي قوله خطاب الشرع هو الكتاب والسنه وقوله المتعلق بافعال المكلفين ما تعلق باعمالهم سواء كانت قولا أم فعلا، إيجادا أم تركا، فخرج به ما تعلق بالاعتقاد، فلا يسمى حكما بهذا الاصطلاح. ثلاثة: المكلفين من من شأنهم التكليف، فيشمل الصغير والمجنون، من طلب والأمر والنهي. سواء على سبيل الإلزام أو الأفضلية، وقوله أو تخيير يعني المباح، وقوله أو وضع هو الصحيح والفاسد ونحوهما مما وضعه الشارع من علامات وأوصاف للنفوذ والإلغاء. أقسام الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: الأحكام التكليفية وهي خمسه الواجب والمندوب والمباح والمكروه والحرام والاحكام الوضعيه وهي ما وضعه الشارع من امارات لثبوت او انتفاء او نفوذ او الغاء ومنها الصحه والفساد اولا الحكم التكليفي الاول الواجب هو لغه الساقط واللازم واصطلاحا ما امر به الشارع على وجه الالزام خرج بقوله ما امر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج ب على وجه الالزام المندوب مثاله الصلوات الخمس وحكمه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه ويسمى فرضًا وفريضة وحتمًا ولازمًا الحكم التكليفي الثاني المندوب وهو لغة المدعو واصطلاحًا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام وخرج بقوله ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح وخرج بقوله لا على وجه الالزام الواجب مثاله الصلوات الرواتب حكمه يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه ويسمى سنه ومسنونا ومستحبا ونفلا الحكم التكليفي الثالث المحرم وهو لغة الممنوع، واصطلاحًا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. خرج بقوله: ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقوله: على وجه الإلزام المكروه. مثاله: عقوق الوالدين. حكمه: يثاب تاركه امتثالًا. ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا الحكم التكليفي الرابع المكروه تعريفه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، خرج بقوله ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح وخرج بقوله لا على وجه الالزام المندوب مثاله الاخذ بالشمال والاعطاء بها وحكمه يثاب تالكه امتثالا ولا يعاقب فاعله الحكم التكليفي الخامس المباح وهو لغه المعلن والماذون فيه واصطلاحا ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته خرج بقوله ما لا يتعلق به امر الواجب والمندوب وخرج بقوله ولا نهي المحرم والمكروه وخرج بقوله لذاته الوسائل حكمه ما دام على وصف الاباحه فانه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب ويسمى حلالا وجائزا ما لو تعلق به امر لكونه وسيله لمامور به او نهي لكونه وسيله لمنهي عنه فان له حكم ما كان وسيله له من مامور او منهي ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الاصل الأحكام التكليفية خمسة الحكم واحد الواجب اسمه الفرض والفريضة والحتم واللازم وتعريفه ما أمر به الشارع على وجه الإلزام وثمرته ما أثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه لاستحقاقه الحكم الثاني الحرام اسماؤه المحرم والممنوع وتعريفه ما نهى عنه الشارع على وجه الالزام بالترك وثمرته ما اثيب تاركه امتثالا وعوقب فاعله لاستحقاقه الحكم الثالث المكروه واسمه المبغض وتعريفه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الالزام بالترك وثمرته ما أثيب تاركه امتثالًا ولم يعاقب فاعله. الحكم الرابع: المندوب، ومن أسمائه السنة والنفل والرغيبة والمستحب والمسنون، وتعريفه ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، وثمرته ما أثيب فاعله امتثالًا ولم يعاقب تاركه. الحكم الخامس المباح ويسمى الحلال والجائز وتعريفه ما لا يتعلق به امر ولا نهي لذاته وثمرته ان فعله وتركه على حد سواء الحكم الوضعي الاول الصحيح هو لغه السليم من المرض واصطلاحا ما ترتبت اثار فعله عليه عباده كان ام عقدا من العبادات ما برئت به الذمه وسقط به الطلب ومن العقود ما ترتبت اثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع ضابطه لا يكون الشيء صحيحا الا بتمام شروطه وانتفاء موانعه فإن فقد شرط من الشروط أو وجد مانع من الموانع امتنعت الصحة أمثلة الصحيح واحد الصلاة أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها اثنان البيع أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع انتفاء موانعه. أمثلة غير الصحيح فقد شرط مثله في العبادات أن يصلي بلا طهارة، وفي العقد أن يبيع ما لا يملك، ومن أمثلة غير الصحيح وجود مانع، في العبادات أن يتطوع بنفل مطلق في وقت النهي، وفي العقد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباح الحكم الوضعي الثاني الفاسد ولغة الذاهب ضياعا وخسرا واصطلاحا ما لا تترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عقدا قوله من العبادات ما لا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب كالصلاة قبل وقتها ومن العقود ما لا تترتب آثاره عليه كبيع المجهول حكمه كل فاسد من العبادات والعقود والشروط فإنه محرم لأن ذلك من تعدي حدود الله واتخاذ آياته هزؤا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على من اشترطوا شروطا ليست في كتاب الله. الفاسد والباطل بمعنى واحد إلا في موضعين. في الإحرام الفاسد ما وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، والباطل ما ارتد فيه عن الإسلام. في النكاح الفاسد ما اختلف العلماء في فساده كالنكاح بلا ولي والباطل ما أجمع على بطلانه كنكاح المعتدة ومن الأحكام الوضعية كذلك واحد السبب وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود اثنان الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، كالوضوء للصلاة شرط، لأنه يلزم من عدمه العدم، فإذا لم يتوضأ لم تصح الصلاة، ولا يلزم من وجوده الوجود، لأن الإنسان قد يتوضأ ولا يصلي. ثلاثة، المانع وهو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود بعكس الشرط الدرس الثالث العلم حقيقه العلم هو ادراك الشيء على ما هو عليه ادراكا جازما كادراك ان الكل اكبر من الجزء وان النيه شرط في العباده فخرج بقولنا ادراك الشيء عدم الادراك بالكليه ويسمى الجهل البسيط مثل ان يسال متى كانت غزوه بدر فيقول لا ادري وخرج بقولنا على ما هو عليه ادراكه على وجه يخالف ما هو عليه ويسمى الجهل المركب مثل ان يسال متى كانت غزوه بدر فيقول في السنه الثالثه من الهجره وخرج بقولنا ادراكا جازما ادراك الشيء ادراكا غير جازم بحيث يحتمل عنده ان يكون على غير الوجه الذي ادركه فلا يسمى ذلك علما ثم إن ترجح عنده أحد الاحتمالين فالراجح ظن والمرجوح وهم وإن تساوى الأمران فهو شك أنواع تعلق الإدراك بالأشياء واحد العلم مئة بالمئة وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما اثنان جهل بسيط صفر بالمئة وهو عدم الإدراك بالكلية ثلاثة جهل مركب تحت الصفر بالمئة وهو إدراك الشيء على وجه يخالف ما هو عليه أربعة الظن واحد وخمسين إلى تسعة وتسعين بالمئة وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح والوهم من واحد الى تسعه واربعين بالمئه وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد راجح سته الشك خمسون بالمئه وهو ادراك الشيء مع احتمال ضد مساو اقسام العلم ضروري ونظري الضروري ما يكون ادراك المعلوم فيه ضروريا بحيث يضطر اليه من غير نظر ولا استدلال كالعلم بان الكل اكبر من الجزء وان النار حاره وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان النظري وهو ما يحتاج الى نظر واستدلال كالعلم بوجوب النيه في الصلاه قيل على لسان حمار توما الحكيم قال حمار الحكيم توما لو انصفوني لكنت اركب لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب وقال أبو حيان النحوي المشهور يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تكون أضل من توم الحكيم الدرس الرابع الكلام تعريف الكلام لغة هو اللفظ الموضوع لمعنى واصطلاحا اللفظ المفيد مثل الله ربنا ومحمد نبينا وله اقسام بثلاثه اعتبارات التركيب وامكان وصفه بالصدق والكذب والاستعمال اقل ما يتالف منه الكلام واحد اسمان مثاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنان او فعل واسم مثاله استقام محمد والكلمه هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد وهي اما واحد اسم ما دل على معنى في نفسه من غير اشعار بزمن اثنان او فعل وهو ما دل على معنى في نفسه واشعر بهيئته باحد الازمنه الثلاثه ثلاثه او حرف وهو ما دل على معنى في غيره انواع الاسم واحد يفيد العموم كالاسماء الموصوله اثنان يفيد الاطلاق كالنكره في سياق الاثبات ثلاثه يفيد الخصوص كالاعلام الفعل بأقسامه يفيد الاطلاق فلا عموم له وأقسامه واحد ماض كفهم اثنان مضارع كيفهم ثلاثة امر كافهم من أمثلة الحرف واحد الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. اثنان: الفاء، وتأتي عاطفة وسببية، فالعاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، والسببية تفيد التعليل. ثلاثة: اللام الجارة، ولها معانٍ. منها التعليل والتمليك والإباحة. أربعة على الجارة، ولها معان منها الوجوب. الحرف واحد الباء، المعنى مع المثال، تفيد معنى الإلصاق الحقيقي مثل أمسكت بيدك. والإلصاق المجازي مثل مررت بدارك، والاستعانة مثل أكلت بالملعقة، والسببية والتعليل: بظلمك قوطعت، التعدية مثل ذهبت بسحرك، العوض أو المقابلة: خذ الكتاب بالدفتر أو بدينار، البدل أي بلا مقابلة ليت له بماله عافية. الظرفية مثل مررت بدمشق بالليل. والمصاحبة مثل اذهب بسلام. والقسم كأقسمت بالله بالله لأسافرن. اثنان تاء القسم. اقل الحروف استعمالا وتختص بثلاث كلمات تالله تربي الكعبه تربي قال تعالى تالله لتسالن عما كنتم تفترون ثلاثه واو القسم تدخل على مقسم به ظاهر والله لم افعل هذا أربعة الكاف تأتي غالبًا بمعنى التشبيه كاء صرخ الأسد وبمعنى على كقوله كن كما أنت وتفيد التعليل كما قال تعالى واذكروه كما هداكم. خمسة اللام تفيد الاختصاص. كقوله الحمد لله، الكتاب لي، السرج للفرس، وتفيد التعليل، كقوله سافرت للاستجمام، وتفيد انتهاء الغاية، مثل عدت لداري، وأخرت لأجل، وتفيد الصيرورة، مثل لدوا للموت وابنوا للخراب والظرفية مثل قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي عند رؤيته وتفيد الاستغاثة يا للأغنياء وتفيد التعجب يا للروعة ستة في تفيد الظرفيه الحقيقيه مثل اقمت في رمضان في دمشق والظرفيه المجازيه مثل قوله تعالى ولكم في القصاص حياه وتفيد التعليل مثل قوله عليه الصلاه والسلام دخلت النار امراه في هره حبستها سبعة عن: تفيد المجاوزة والبعد مثل سرت عن قريتي راغبا عنها وبمعنى بعد مثل سأصل عما قليل وتفيد البدلية مثل أجب عني ثمانية رب تفيد التكثير مثل رب رمية من غير رامٍ وتفيد التقليل رب غاش بربحه. تسعة مذ ومنذ. حرف جر يفيد ابتداء الغاية إذا كان الزمان ماضيا. مثل لم أكلمه منذ ثلاثة أيام. وبمعنى فيه إذا كان الزمان حاضرا. ما سمعت صوتك مذ يومي هذا. عشرة من تأتي غالبا لابتداء الغاية مثل سرت من الدار إلى المدرسة، وغبت من الضحى إلى الظهر، وتفيد التبعيض كقوله: حتى تنفقوا مما تحبون، وتأتي لبيان جنس ما قبلها مثل ما عندك من مال فاحضره وتفيد البدليه مثل لا يغنيك الجدل من الصدق شيئا وتفيد التعليل مثل من تقصيرك خسرت الحادي عشر الى تفيد انتهاء الغايه الزمانيه مثل سهرت الى الفجر وانتهاء الغايه المكانيه مثل سرت الى القريه وتاتي بمعنى مع مثل الذود الى الذود ابل وبمعنى عند مثل القراءه احب الي من الحديث الثاني عشر على تفيد الاستعلاء الحقيقي مثل الكتاب على الرف وتفيد الاستعلاء المجازي مثل لك علي فضل وتفيد التعليل مثل اكرمني على نفعي له وتفيد معنى فيه مثل قوله تعالى ودخل المدينه على حين غفله من اهلها وبمعنى معا مثل احبه على كسله وتفيد الاستدراك مثل خسرت الصفقه على اني غير يائس الثالث عشر حتى تفيد انتهاء الغايه مثل سهرت حتى الصباح وسامشي حتى البيت وتفيد التعليل مثل اجتهد حتى تفوز الرابع عشر خلا وعدا وحاشا تفيد الاستثناء مثل جاء الطلاب خلا أحمد وعدا أحمد وحاشا أحمد أنواع حروف الجر من حيث حاجتها للتعليق ثلاثة واحد أصلية تتميز حروف الجر الاصليه بانها تحتاج الى متعلق اي عامل ترتبط به من فعل او شبه فعل ولا يستغنى عنه مطلقا لا في الاعراب ولا في المعنى ومعظم حروف الجر اصليه منها الى وعلى وعن والتاء وفيه والكاف وحتى والواو ومنذ ومذ، كأن تقول: تنام الطيور في أوكارها. اثنان: زائدة، وحروف الجر الزائدة هي التي نستغني عنها في الإعراب، فليس لها معنى خاص بها في سياق الجملة، ولا تحتاج إلى متعلق لترتبط به من فعل أو شبه فعل. فهي تستخدم لتاكيد الكلام وهي من والباء واللام كقولك هل من مخطئ بيننا يمكن الاستغناء عن حرف الجر من في هذا السياق بان تقول هل مخطئ بيننا وفي جمله ما جمال المرء بدائم يمكن الاستغناء عن حرف الجر الباء لتصبح الجملة ما جمال المرء دائم. ثلاثة شبيهة بالزائدة، وهي حروف لا يمكن الاستغناء عنها لا في اللفظ ولا في المعنى، إذ إن لها معنى خاصا بها يفهم من سياق الجملة، لكنها لا تحتاج إلى متعلق ترتبط به من فعل أو شبه فعل. وهي رب عدا خلا حاشا مثل رب ليل كأنه الصبح وفي قول الشاعر: وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، إذ إن تقدير الجملة ورب ليل الكلام ينقسم باعتبار امكان وصفه بالصدق وعدمه الى واحد الخبر وهو ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب لذاته شرح التعريف خرج بقوله ما يمكن ان يوصف بالصدق او الكذب الانشاء لانه لا يمكن فيه ذلك فإن مدلوله ليس مخبرًا عنه حتى يمكن أن يقال إنه صدق أو كذب، وخرج بقوله لذاته: الخبر الذي لا يحتمل الصدق أو لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به، وذلك أن الخبر من حيث المخبر به ثلاثة أقسام: ألف، ما لا يمكن وصفه بالكذب، كخبر الله ورسوله الثابت عنه. باء، ما لا يمكن وصفه بالصدق، كالخبر عن المستحيل شرعا، كخبر مدعي الرسالة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أو عقلا، كالخبر عن اجتماع النقيضين، كالحركة والسكون في عين واحدة في زمن واحد. جيم، ما يمكن أن يوصف بالصدق والكذب، اما على السواء او مع رجحان احدهما النوع الثاني من الكلام الانشاء وهو ما لا يمكن ان يوصف بالصدق والكذب ومنه الامر والنهي كقوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ومن الكلام ما هو خبر محض وما هو إنشاء محض، وما يحتمل هذا وذاك. وقد يكون الكلام خبرا إنشاء كصيغ العقود اللفظية مثل بعت وقبلت باعتبارين: خبر باعتبار دلالته على ما في نفس العاقل وانشاء باعتبار ترتب العقد عليها اثنان خبرا يراد به الانشاء كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء فقوله يتربصن بصوره الخبر والمراد به الامر وفائده ذلك تاكيد فعل المامور به حتى كأنه أمر واقع يتحدث عنه كصفة من صفات المأمور ثلاثة إن شاء يراد به الخبر كقوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم فقولوه ولنحمل بصورة الأمر والمراد به الخبر أي ونحن نحمل. ثم الكلام ينقسم من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. واحد الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس، وخرج بالمستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. وخرج ب فيما وضع له المجاز اثنان المجاز وهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له مثل اسد للرجل الشجاع وخرج بالمستعمل المهمل فلا يسمى حقيقه ولا مجازا وخرج ب في غير ما وضع له الحقيقه انما ذكر طرف من الحقيقه والمجاز في اصول الفقه لان دلاله الالفاظ اما حقيقه واما مجاز فاحتيج الى معرفه كل منهما وحكمه والله اعلم الحقيقه تنقسم الى ثلاثه اقسام واحد لغويه وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغه خرج بي في اللغه الحقيقه الشرعيه والعرفيه مثل الصلاه فان حقيقتها اللغويه الدعاء فتحمل عليه في كلام اهل اللغه القسم الثاني الحقيقه الشرعيه وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع وخرج بي في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية مثل الصلاة فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك ثلاثة الحقيقة العرفية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف خرج بي في العرف الحقيقه الشرعيه واللغويه مثل الدابه فان حقيقتها العرفيه ذات الاربع من الحيوان فتحمل عليه في كلام اهل العرف الاصل في الكتاب والسنه ان نحمل اللفظ على الحقيقه الشرعيه فان لم نستطع حملنا على الحقيقه اللغويه فان لم نستطع حملنا على الحقيقة العرفية. فائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيُحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، وفي استعمال أهل الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. قاعدتان مهمتان واحد القرينة لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة ويسمى في علم البيان بالقرينة اثنان العلاقة ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، ويسمى في علم البيان بالعلاقة. أنواع العلاقة: واحد المشابهة. سمي التجوز استعارة مثل: التجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وغيرها مثل: المجاز المرسل، وهو التجوز في الكلمات مثل: رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب. اثنان: المجاز العقلي، وهو التجوز في الإسناد، مثل: أنبت المطر العشب. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز. لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. للمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، ومن أمثلة المجاز المرسل: واحد التجوز بالزيادة، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. اثنان: التجوز بالحذف. مثل قوله واسأل القرية أي واسأل أهل القرية فحذفت أهل مجازا الخلاف في وجود المجاز على ثلاثة أقوال واحد المجاز في القرآن وغيره وهو المشهور عند أكثر المتأخرين اثنان لا مجاز في القرآن وقال به بعض أهل العلم ثلاثة لا مجاز في القرآن ولا في غيره، قال به أبو إسحاق الإسفراييني، ومن المتأخرين العلامة محمد الأمين الشنقيطي، وبين شيخ الإسلام وابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة، تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. الأدلة على أنه لا مجاز في الكتاب ولا في السنة ولا في اللغة واحد القول بالمجاز بدعة حدثت بعد انقراض القرون المفضلة اثنان المجاز طاغوت الفلاسفة فهو أقوى حجة لهم ثلاثة سد الباب أمام من يريد التلاعب في النصوص أربعة من أقوى الأدلة على بطلانه أنه يمكن نفيه. خمسة: أهل اللغة لم يصرحوا أبدا بأن العرب قسموا لغتهم إلى حقيقة ومجاز. ستة: لو أثبتنا المجاز في اللغة للزم لا إثباته في بعض القرآن، ولو أثبتناه في بعض القرآن للزم لا إثباته في كل القرآن. لا يوجد عاقل يفهم العربيه الا ويفهم المراد من الكلام دون الحاجه الى القول بالمجاز فاذا قيل حمزه اسد فلا يفهم العربي الا وصف حمزه بالشجاعه لا الحيوان قاعده القول بنفي المجاز عليه السلف الصالح والقرون المفضله وان وجدنا من العلماء من يقول بالمجاز في اللغه فإنه ينفي المجاز في آيات الأسماء والصفات، فقد نجد في كتب شيخ الإسلام أحيانًا ذكر المجاز، وكذلك فعل الشيخ ابن عثيمين في هذا الكتاب، مع أن كلاهما ينفي وجود المجاز، والقاعدة أن ذكر المسألة مفصلة ثم الرد عليها يعني عدم الإقرار بها، وإنما يتم توضيح هذا التقسيم لمن يقول به، حتى لا يقع احد في التاويل في الصفات خلاصه ينقسم الكلام من حيث التركيب الى اسم وفعل وحرف ومن حيث امكان وصفه بالصدق الى خبر وانشاء ومن حيث الاستعمال الى حقيقه ومجاز تنبيه مهم لا مجال للطعن في كتاب الله تعالى بمثل هذه الشبهه كالقول بالمجاز او ان في القران شيئا غير عربي او خلاف الافصح ولو كانت مجالا للطعن في القران لما تركها اسلاف هؤلاء من مشركي مكه ومن بعدهم وهم اهل اللغه ولم يتركوا مجالا لاحد للطعن في النبي صلى الله عليه وسلم وفي كتاب ربه الا قالوه ولو أنهم وجدوا هذه الشبهة قائمة لقالوها، والشرع مقدم على اللغة، بل إن اللغة العربية لم يكن لها شأن إلا بعد نزول القرآن بها، فكيف تقدم عليه؟ الدرس الخامس الأمر حقيقة الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، مثل: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه فخرج بقولنا قول الاشاره فلا تسمى امرا وان افادت معنى وطلب الفعل خرج به النهي لانه طلب ترك والمراد بالفعل الايجاد فيشمل القول المامور به وخرج بقولنا وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغه الامر بالقرائن وفرق بين الامر من اعلى الى ادنى والدعاء من ادنى الى اعلى والالتماس من مساو الى مساو صيغ الامر اربع واحد فعل الامر مثل اتل ما اوحي اليك من الكتاب اثنان اسم فعل الامر مثل حي على الصلاه ثلاثه المصدر النائب عن فعل الامر مثل فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب اربعه المضارع المقرون بلام الامر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله صيغه الامر تقتضي عند الاطلاق واحد وجوب المامور به والدليل قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم وجه الدلاله ان الله حذر المخالفين عن امر الرسول صلى الله عليه وسلم ان تصيبهم فتنه وهي الزيغ أو يصيبهم عذاب أليم، والتحذير بمثل ذلك لا يكون إلا على ترك واجب، فدل على أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المطلق يقتضي وجوب فعل المأمور. اثنان: المبادرة بفعله فورا، والدليل قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. وجه الدلالة أن المأمورات الشرعية خير. والامر بالاستباق اليها دليل على وجوب المبادره. والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كره تاخير الناس ما امرهم به من النحر والحلق يوم الحديبيه حتى دخل على ام سلمه رضي الله عنها فذكر لها ما لقي من الناس. الدليل ان المبادره بالفعل احوط وابرأ والتاخير له افات ويقتضي تراكم الواجبات حتى يعجز عنها. تنبيه: قد يخرج الأمر عن الوجوب لدليل يقتضي ذلك، إلى معان منها الندب والإباحة والتهديد. أولاً الندب. مثل قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. فالأمر بالإشاد على التبايع للندب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى فرسا من أعرابي ولم يشهد أخرجه أبو داود والنسائي اثنان الإباحة وأكثر ما يقع ذلك ألف إذا ورد بعد الحظر مثل وإذا حللتم فاصطادوا فالامر بالاصطياد للاباحه لوقوعه بعد الحظر المستفاد من غير محل الصيد وانتم حرم. باء اذا ورد جوابا لما يتوهم انه محظور مثل قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سالوه في حجه الوداع عن تقديم افعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض. ثلاثة التهديد مثل إعملوا ما شئتُم إنَّهُ بما تعملون بصير. وقوله إنَّ اعتدنا للظالمين نارا. فذكر الوعيد بعد الأمر المذكور دليل على أنه للتهديد ويخرج الأمر عن الفورية إلى التراخي. انتهى اذا ورد الامر بعد النهي ارجع الامر كما كان قبل النهي واحد الوجوب مثاله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فقتل المشركين اثنان الاستحباب مثاله زياره القبور ثلاثه الاباحه ومثاله صيد البر للمحرم وقد يخرج الامر عن الفوريه لدليل يقتضي ذلك مثل قضاء رمضان فانه مامور به لكن دل الدليل على انه للتراخي فعن عائشه رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه ولو كان التاخير محرما ما اقرت عليه عائشه رضي الله عنها قاعده ما لا يتم المامور الا به اذا توقف فعل المامور به على شيء كان ذلك الشيء مامورا به مندوبا او واجبا واحد واجبا اذا كان المامور به واجبا مثاله ستر العوره فاذا توقف على شراء ثوب كان ذلك الشراء واجبا اثنان مندوبا اذا كان المامور به مندوبا مثاله التطيب للجمعه فإذا توقف على شراء طيب كان ذلك الشراء مندوبا، وهذه القاعدة في ضمن قاعدة أعم منها، وهي الوسائل لها أحكام المقاصد، فوسائل المأمورات مأمور بها، ووسائل المنهيات منهي عنها، قد يستفاد طلب الفعل بغير صيغة الأمر، مثل ان يوصف الفعل بانه فرض او واجب او طاعه او نحو ذلك ان يمدح فاعله وان يرتب عليه الثواب وان يرتب على تركه العقاب او ان يوصف الفاعل بانه من المتقين او المؤمنين او نحو ذلك الدرس السادس النهي حقيقة النهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة هي المضارع المقرون بلا الناهية مثل قوله تعالى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة فخرج بقولنا قول الاشاره فليست ناهيه وانما افادت معناه وخرج بقولنا طلب الكف الامر لانه طلب فعل وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من النهي بالقرائن وخرج بقولنا بصيغه مخصوصه هي المضارع المقرون بلا الناهيه ما دل على طلب الكف بصيغه الامر مثل دع اترك كف ونحوها فانها وان تضمنت طلب الكف لكنها بصيغه الامر فتكون امرا لا نهيا وقد يستفاد طلب الكف بغير صيغه النهي مثل ان يوصف الفعل بالتحريم او الحظر او القبح أو يذم فاعله أو يرتب على فعله عقاب، أو يشبه بأقبح الحيوانات، أو أنه من المشركين أو المنافقين أو الكافرين أو نحو ذلك. صيغة النهي تقتضي عند الإطلاق: واحد تحريم المنهي عنه، اثنان وفساده. اما اقتضاءها عند الاطلاق تحريم النهي فالدليل قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالامر بالانتهاء عما نهى عنه يقتضي وجوب الانتهاء ومن لازم ذلك تحريم الفعل وفساده فالدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد"، أخرجه مسلم أي مردود، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا. قاعدة المذهب الحنبلي أن المنهي عنه يكون باطلا إذا عاد النهي إلى «ألف ذات المنهي عنه» (مثاله في العبادات: النهي عن صوم يوم العيدين، ومثاله في العادات: النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. أما إذا عاد النهي إلى شرطه، فمثاله في العبادات: النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير. فستر العوره شرط لصحه الصلاه فاذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاه لعود النهي الى شرطها مثاله في العادات النهي عن بيع الحمل فالعلم بالمبيع شرط لصحه البيع فاذا باع الحمل لم يصح البيع لعود النهي الى شرطه ويكون صحيحا مع التحريم اذا عاد النهي الى امر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه مثاله في العبادات النهي عن لبس الرجل عمامه الحرير فلو صلى وعليه عمامه حرير لم تبطل صلاته لان النهي لا يعود الى ذات الصلاه ولا شرطها مثاله في العادات النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لان النهي لا يعود الى ذات البيع ولا شرطه قد يخرج النهي عن التحريم الى معان اخرى لدليل يقتضي ذلك فمنها واحد الكراهه كقوله صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، متفق عليه. قال الجمهور: إن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. اثنان: الإرشاد. كقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه: لا تدعن أن تقول دبر كل صلاة، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي الدرس السابع التكليف يدخل في الخطاب بالأمر والنهي المكلف وهو البالغ العاقل وخرج بقولنا البالغ الصغير فلا يكلف بالأمر والنهي تكليفا مساويا لتكليف البالغ ولكنه يؤمر بالعبادات بعد التمييز تمرينا له على الطاعة ويمنع من المعاصي ليعتاد الكف عنها اثنان العاقل خرج به المجنون فلا يكلف بالأمر والنهي ولكنه يمنع مما يكون فيه تعد على غيره او افساد ولو فعل المامور به لم يصح منه الفعل لعدم قصد الامتثال منه لا يرد على هذا ايجاب الزكاه والحقوق الماليه في مال الصغير والمجنون لان ايجابها مربوط باسباب معينه متى وجدت ثبت الحكم فهي منظور فيها إلى السبب لا الفاعل التكليف بالأمر والنهي شامل للمسلمين والكفار لكن الكافر واحد لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله اثنان ولا يؤمر بقضائه اذا اسلم لقوله تعالى قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وقوله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص رضي الله عنه اما علمت يا عمرو ان الاسلام يهدم ما كان قبله ثلاثه ويعاقب على تركه اذا مات على الكفر لقوله تعالى عن جواب المجرمين اذا سئلوا ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين تنبيه كما ان الجنه درجات فإن النار نسأل الله السلامة والعافية دركات، وعذاب المنافق ليس كعذاب الكافر. من موانع التكليف الجهل والنسيان والإكراه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي وله شواهد من الكتاب والسنة. واحد الجهل، وهو عدم العلم، فمتى فعل المكلف محرما جاهلا بتحريمه فلا شيء عليه، كمن تكلم في الصلاة جاهلا بتحريم الكلام، ومتى ترك واجبا جاهلا بوجوبه لم يلزمه قضاؤه إذا كان قد فات وقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء صلاته، وكان لا يطمئن فيها بقضاء ما فات من الصلوات، وإنما أمره بفعل الحاضرة على الوجه المشروع. اثنان: النسيان، وهو ذهول القلب عن شيء معلوم، فمتى فعل محرمًا ناسيًا فلا شيء عليه، كمن أكل في الصيام ناسيا، ومتى ترك واجبًا ناسيًا فلا شيء عليه حال نسيانه، ولكن عليه فعله اذا ذكره لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي صلاه فليصلها اذا ذكرها متفق عليه ثلاثه الاكراه وهو الزام الشخص بما لا يريد فمن اكره على شيء محرم فلا شيء عليه كمن اكره على الكفر وقلبه مطمئن بالايمان ومن اكره على ترك واجب فلا شيء عليه حال الاكراه وعليه قضاؤه اذا زال كمن اكره على ترك الصلاه حتى خرج وقتها فانه يلزمه قضاؤها اذا زال الاكراه وتلك الموانع انما هي في حق الله لانه مبني على العفو والرحمه أما حقوق المخلوقين فلا تمنع من ضمان ما يجب ضمانه إذا لم يرضى صاحب الحق بسقوطه والله أعلم. تنبيه: لا يأتي المانع إلا بعد قيام السبب. الدرس الثامن العام العام لغة الشامل واصطلاحا اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر مثل ان الابرار لفي نعيم خرج بقولنا المستغرق لجميع افراده ما لا يتناول الا واحده كالعلم والنكره في سياق الاثبات كقوله تعالى فتحرير رقبه لانها لا تتناول جميع الافراد على وجه الشمول وإنما تتناول واحدا غير معين وخرج بقولنا بلا حصر ما يتناول جميع أفراده مع الحصر كأسماء العدد مئات وألف ونحوهما صيغ العموم سبعة واحد ما دل على العموم بمادته مثل كل وجميع وكافه وقاطبه وعامه كقوله انا كل شيء خلقناه بقدر اثنان اسماء الشرط كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه وقوله فاينما تولوا فثم وجه الله ثلاثه اسماء الاستفهام كقوله تعالى: فمن يأتيكم بماء معين، وقوله: أجبتم المرسلين، وقوله: فأين تذهبون؟ أربعة: الأسماء الموصولة، كقوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، وقوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وقوله إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، وقوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. خمسة النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الإنكاري. كقوله وما من إله إلا الله. وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وقوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما وقوله من إله غير الله يأتيكم بضياء ستة المعرف بالإضافة مفردا كان أم مجموعا كقوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وقوله فاذكروا آلاء الله سبعة المعرف بأل الاستغراقية مفردا كان أم مجموعا كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا وقوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم المعرف بأل: واحد العهدية، فإنه بحسب المعهود، إن كان عاما فالمعرف عام، مثل: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. وإن كان خاصًا فالمُعَرَّف خاص، مثل: إنا أرسلنا إليكم رسولًا شاهدًا عليكم، كما أرسلنا إلى فرعون رسولًا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذًا وبيلا. اثنان: التي لبيان الجنس، فلا يعم الأفراد، فإذا قلت: الرجل خير من المرأة، أو الرجال خير من النساء، فليس المراد أن كل فرد من الرجال خير من كل فرد من النساء، وإنما المراد أن هذا الجنس خير من هذا الجنس، وإن كان قد يوجد من أفراد النساء من هو خير من بعض الرجال. العمل بالعام يجب العمل بعموم اللفظ العام حتى يثبت تخصيصه. لان العمل بنصوص الكتاب والسنه واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك واذا ورد العام على سبب خاص وجب العمل بعمومه لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الا ان يدل دليل على تخصيص العام بما يشبه حال السبب الذي ورد من اجله فيختص بما يشبهها. واحد مثال ما لا دليل على تخصيصه؛ آيات الظهار؛ فإن سبب نزولها ظهار أوس بن الصامت رضي الله عنه، والحكم عام فيه وفي غيره. اثنان: مثال ما دل الدليل على تخصيصه؛ قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من البر الصيام في السفر". متفق عليه فان سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فراى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا قالوا صائم فقال ليس من البرج الصيام في السفر فهذا العموم خاص بمن يشبه حال هذا الرجل وهو من يشق عليه الصيام في السفر والدليل على تخصيصه بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم في السفر حيث كان لا يشق عليه ولا يفعل صلى الله عليه وسلم ما ليس ببر. الدرس التاسع الخاص الخاص لغة ضد العام واصطلاحا اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. كاسماء الاعلام والاشاره والعدد خرج بقولنا على محصور اللفظ العام التخصيص لغه ضد التعميم واصطلاحا اخراج بعض افراد العام والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص ودليل التخصيص نوعان واحد المتصل وهو ما لا يستقل بنفسه ومنه الاستثناء والشرط والصفه اثنان المنفصل وهو ما يستقل بنفسه واقسامه ثلاثه الحس والعقل والشرع الف الاستثناء الاستثناء لغة من الثانية وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. باء الشرط الشرط لغة العلامة واصطلاحا تعليق شيء بشيء وجودا أو عدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها والشرط مخصص سواء تقدم أم تأخر. ومثال المتقدم قوله تعالى في المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ومثال المتأخر قوله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا جيم الصفة وهي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال. واحد مثال النعت: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. اثنان: مثال البدل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثلاثة: مثال الحال ومن يَقَتُ مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها د التخصيص بالحس مثل قوله تعالى عن ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها فإن الحس دل على أنها لم تدمر السماء والأرض ها التخصيص بالعقل مثل قوله تعالى الله خالق كل شيء فان العقل دل على ان ذاته تعالى غير مخلوقه تنبيه من العلماء من يرى ان ما خص بالحس والعقل ليس من العام المخصوص وانما هو من العام الذي اريد به الخصوص إذ المخصوص لم يكن مرادا عند المتكلم ولا المخاطب من أول الأمر، وهذه حقيقة العام الذي أريد به الخصوص. واو التخصيص بالشرع. الكتاب والسنة يخصص كل منهما بمثلهما وبالإجماع والقياس، فهي ثمان صور عقلية. واحد: تخصيص الكتاب بالكتاب. قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء خص بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها اثنان تخصيص الكتاب بالسنه ايات المواريث يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين ونحوها خص بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم متفق عليه ثلاثه تخصيص الكتاب بالاجماع قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة خص بالإجماع على أن الرقيق القاذف يجلد أربعين هكذا مثل كثير من الأصوليين وفيه نظر لثبوت الخلاف في ذلك ولم أجد له مثالا سليما أربعة تخصيص الكتاب بالقياس قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلة خص بقياس العبد الزاني على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور خمسة تخصيص السنة بالكتاب قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، الحديث متفق عليه خص بقوله تعالى: "قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون". ستة تخصيص السنة بالسنة. قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. أخرجه البخاري خص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. متفق عليه. سبعة: تخصيص السنة بالقياس. قوله صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام أخرجه مسلم خص بقياس العبد على الأمة في تنصيف العذاب والاقتصار على خمسين جلدة على المشهور ثمانية تخصيص السنة بالإجماع لم أجد مثالا لتخصيص السنة بالإجماع من شروط الاستثناء واحد اتصال المستثنى بالمستثنى منه إما حقيقة وإما حكمًا. حقيقةً المتصل حقيقة هو المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل، والمتصل حكمًا ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. إثنان: ألا يكون المستثنى أكثر من نصف المستثنى منه. اذا كان الاستثناء من عدد كما سياتي اذا فصل بين المستثنى والمستثنى منه فاصل يمكن دفعه او سكوت المشهور لم يصح الاستثناء مثل ان يقول عبيدي احرار ثم يسكت او يتكلم بكلام اخر ثم يقول الا سعيدا فلا يصح الاستثناء ويعتق الجميع وقيل يصح الاستثناء مع السكوت او الفاصل اذا كان الكلام واحدا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكه ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر متفق عليه وهذا القول أرجح لدلالة هذا الحديث عليه تفصيل الشرط الثاني أن لا يكون المستثنى أكثر من نص المستثنى منه الاستثناء من عدد فلو قال له علي عشرة دراهم إلا ستة المشهور لم يصح الاستثناء ولزمته العشرة كلها وقيل لا يشترط ذلك فيصح الاستثناء وان كان المستثنى اكثر من النصف فلا يلزمه في المثال المذكور الا اربعه اما ان استثنى الكل فلا يصح على القولين فلو قال له علي عشره الا عشره لزمته العشره كلها اما الاستثناء من صفه فانه يصح وان خرج الكل او الاكثر مثاله قوله تعالى لابليس إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. وأتباع إبليس من بني آدم أكثر من النصف. ولو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء، فتبين أن جميع من في البيت أغنياء، صح الاستثناء ولم يعطوا شيئا. الدرس العاشر المطلق والمقيد المطلق لغه ضد المقيد واصطلاحا ما دل على الحقيقه بلا قيد كقوله تعالى فتحرير رقبه من قبل ان يتماس فخرج بقولنا ما دل على الحقيقه العام لانه يدل على العموم لا على مطلق الحقيقه فقط وخرج بقولنا بلا قيد المقيد. والمقيد لغةً ما جُعل فيه قيد من بعيد ونحوه، واصطلاحًا ما دل على الحقيقة بقيد، كقوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فخرج بقولنا بقيد المطلق. العمل بالمطلق. يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده. لان العمل بنصوص الكتاب والسنه واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك واذا ورد نص مطلق ونص مقيد وكان الحكم واحدا وجب تقييد المطلق بالمقيد واختلف الحكم عمل بكل واحد على ما ورد عليه من اطلاق او تقييد واحد مثال اتحاد الحكم قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماس وقوله في كفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة فالحكم واحد هو تحرير الرقبة فيجب تقييد المطلق في كفارة الظهار بالمقيد في كفارة القتل ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. اثنان: مثال اختلاف الحكم: قوله: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف؛ ففي الأولى قطع، وفي الثانية غسل، فلا تقيد الأولى بالثانية. بل تبقى على إطلاقها ويكون القطع من الكوع مفصل الكف والغسل إلى المرافق. الفرق بين العام والمطلق العام ضده الخاص، أما المطلق فضده المقيد. العام هو اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، والمطلق لا يعم جميع أفراده وانما يخص فردا غير معين العام يصح الاستثناء منه اما المطلق فلا يصح الاستثناء منه والعام له صيغ تدل عليه والمطلق له صيغ تدل عليه العام شمولي يعني مهما اخذت منه لا ينتهي والمطلق بدلي ينتهي بالاخذ منه توضيح بعض أوجه الفرق: الوجه الثاني حقيقة العام، اللفظ الشامل لجميع أفراده بلا حصر، بينما حقيقة المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. الوجه الرابع: باعتبار الحكم، فالعام المأمور به أو المنهي عنه لا يمكن تحقيقه إلا بفعل جميع أفراد العام بالمأمور به. والانتهاء عن جميع افراد العام المنهي عنه فمثلا النكره في سياق النفي في قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار فلفظه ضرر وضرار نكره في سياق النفي فتفيد العموم اي كل ضرر يجب ان يجتنب فلو اجتنب المسلم كل ضرر الا واحده لكان مخالفا لهذا النص، ولا يكون مطيعا إلا بالانتهاء عن جميع ما نهي عنه من الضرر. الدرس الحادي عشر: المجمل. المجمل لغة المبهم والمجموعة، واصطلاحا ما يتوقف فهم المراد منه على غيره. إما في تعيينه أو بيان صفته أو مقداره مثال ما يحتاج إلى غيره في تعيينه والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فإن القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر فيحتاج في تعيين أحدهما إلى دليل اثنان بيان صفته وأقيم الصلاة فإن كيفية إقامة الصلاة مجهولة تحتاج إلى بيان. ثلاثة: بيان مقداره، وآت الزكاة: فإن مقدار الزكاة الواجبة مجهول يحتاج إلى بيان. المبين لغةً: المظهر والموضح، واصطلاحًا ما يفهم المراد منه، إما بأصل الوضع أو بعد التبيين. مثال ما يفهم المراد منه: واحد، بأصل الوضع، لفظ: سماء، أرض، جبل، عدل، ظلم، صدق. فهذه الكلمات ونحوها مفهومة بأصل الوضع، ولا تحتاج إلى غيرها في بيان معناها. إثنان: بعد التبيين، قوله تعالى: (وَآتُوا الزكاة). فان الاقامه والايتاء كل منهما مجمل ولكن الشارع بينهما فصار لفظهما بينا بعد التبيين العمل بالمجمل يجب على المكلف عقد العزم على العمل بالمجمل متى حصل بيانه النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لامته جميع شريعته اصولها وفروعها حتى ترك الامه على شريعه بيضاء نقيه ليلها كنهارها ولم يترك البيان عند الحاجه اليه ابدا وبيانه صلى الله عليه وسلم اما بالقول او بالفعل او بهما جميعا وتفصيل ذلك بالقول كاخباره عن انصبه الزكاه ومقاديرها كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بيانا لمجمل قوله تعالى واتوا الزكاه اثنان بالفعل كخيامه بافعال المناسك امام الامه بيانا لمجمل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وكذلك صلاته الكسوف على صفتها هي في الواقع بيان لمجمل قوله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتم منها شيئا فصلوا متفق عليه بهما جميعا كبيانه كيفية الصلاة، فإنه كان بالقول كما في حديث المسيء في صلاته حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر الحديث متفق عليه. وكان بالفعل أيضا كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر الحديث وفيه ثم أقبل على الناس وقال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق عليه. الثاني عشر الظاهر والمؤول الظاهر لغة الواضح والبين، واصطلاحا ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره. فخرج بقولنا ما دل بنفسه على معنى المجمل لانه لا يدل على المعنى بنفسه وخرج بقولنا راجح المؤول لانه يدل على معنى مرجوح لولا القرينه وخرج بقولنا مع احتمال غيره النص الصريح لانه لا يحتمل الا معنى واحدا مثاله قوله صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل أخرجه ابن ماجة فإن الظاهر من المراد بالوضوء غسل الأعضاء الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة والعمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأمور منها أن هذه طريقة السلف وأنه أحوط وأبرأ للذمة وانه اقوى في التعبد والانقياد اما المؤول فالمؤول لغه من الاول وهو الرجوع واصطلاحا ما حمل لفظه على المعنى المرجوح فخرج بقولنا على المعنى المرجوح النص والظاهر فالنص لانه لا يحتمل الا معنى واحدا والظاهر لانه محمول على المعنى الراجح والتاويل قسمان واحد الصحيح وهو ما دل عليه دليل صحيح كتاويل قوله تعالى واسال القريه الى معنى واسال اهل القريه لان القريه نفسها لا يمكن توجيه السؤال اليها اثنان الفاسد وهو ما ليس عليه دليل صحيح كتاويل المعطله قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى معنى استولى، والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير تكييف ولا تمثيل. الدرس الثالث عشر النسخ. النسخ لغة الإزالة والنقل، واصطلاحا رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل من الكتاب والسنة. فالمراد بقولنا رفع حكم أي تغييره من إيجاب إلى إباحة. أو من إباحة إلى تحريم مثلاً، فخرج بذلك تخلف الحكم لفوات شرط أو وجود مانع، مثل أن يرتفع وجوب الزكاة لنقص النصاب، أو وجوب الصلاة لوجود الحيض، فلا يسمى ذلك نسخًا، أو لفظه لفظ الدليل الشرعي، لأن النسخ إما أن يكون للحكم دون اللفظ، أو بالعكس أو لهما جميعا كما سيأتي. وخرج بقولنا بدليل من الكتاب والسنة ما عداهما من الأدلة كالإجماع والقياس فلا ينسخ بهما. النسخ جائز عقلا لأن الله بيده الأمر وله الحكم لأنه الرب المالك فله أن يشرع لعباده ما تقتضيه حكمته ورحمته. وهل يمنع العقل أن يأمر المالك مملوكه بما أراد؟ ثم إن مقتضى حكمة الله ورحمته بعباده أن يشرع لهم ما يعلم تعالى أن فيه قيام مصالح دينهم ودنياهم، والمصالح تختلف بحسب الأحوال والأزمان، فقد يكون الحكم في وقت أو حال أصلح للعباد، ويكون غيظه في وقت أو حال أخرى أصلح، والله عليم حكيم. والنسخ واقع شرعا ومن ادلته قوله تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها وقوله تعالى الان خفف الله عنكم وقوله فالان باشروهن فان هذا نص في تغيير الحكم السابق وقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أخرجه مسلم، فهذا نص في نسخ النهي عن زيارة القبور. يمتنع النسخ في الأخبار وفي الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان. أما في الأخبار، فلأن نسخ أحد الخبرين يستلزم أن يكون أحدهما كذبا، والكذب مستحيل في أخبار الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم إلا أن يكون الحكم أتى بصورة الخبر، فلا يمتنع نسخه، كقوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابطون يغلبوا مائتين الآية، فإن هذا خبر معناه الأمر، ولذا جاء نسخه في الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين ويمتنع النسخ كذلك في الأحكام التي تكون مصلحة في كل زمان ومكان كالتوحيد وأصول الإيمان وأصول العبادات ومكارم الأخلاق من الصدق والعفاف والكرم والشجاعة ونحو ذلك فلا يمكن نسخ الأمر بها، وكذلك لا يمكن نسخ النهي عما هو قبيح في كل زمان ومكان، كالشرك والكفر ومساوئ الأخلاق من الكذب والفجور والبخل والجبن ونحو ذلك، إذ الشرائع كلها لمصالح العباد ودفع المفاسد عنهم. شروط النسخ: واحد تعذر الجمع بين الدليلين. فان امكن الجمع فلا نسخ لامكان العمل بكل منهما اثنان العلم بتاخر الناسخ اما بالنص كقوله صلى الله عليه وسلم كنت اذنت لكم في الاستمتاع من النساء وان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامه اخرجه مسلم او بخبر الصحابي كقول عائشه رضي الله عنها كان فيما انزل من القران عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات اخرجه مسلم او بالتاريخ كقوله تعالى الان خفف الله عنكم الايه والان يدل على تاخر هذا الحكم وكذا لو ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بشيء قبل الهجرة ثم حكم بعدها بما يخالفه فالثاني ناسخ. الشرط الثالث ثبوت الناسخ. واشترط الجمهور أن يكون أقوى من المنسوخ أو مماثلا له، فلا ينسخ المتواتر عندهم بالآحاد وإن كان ثابتا. والارجح انه لا يشترط ان يكون الناسخ اقوى او مماثلا لان محل النسخ الحكم ولا يشترط في ثبوته التواتر ينقسم النسخ الى اقسام باعتبارين باعتبار النص المنسوخ وباعتبار الناسخ اما النسخ باعتبار النص المنسوخ ثلاثه اقسام واحد ما نسخ حكمه وبقي لفظه، وهذا هو الكثير في القرآن، مثاله آيتا المصابرة، وهما قوله تعالى: إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين، الآية نسخ حكمها بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فان يكن منكم مائه صابره يغلب مئتين وان يكن منكم الف يغلب الفين باذن الله والله مع الصابرين والحكمه بقاء ثواب التلاوه وتذكير الامه بحكمه النسخ القسم الثاني ما نسخ لفظه وبقي حكمه كايه الرجم فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال كان فيما انزل الله ايه الرجم فقراناها وعقلناها ووعيناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فاخشى ان طال بالناس زمان ان يقول قائل والله ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزلها الله وان الرجم في كتاب الله حق على من زنى اذا احسن من الرجال والنساء وقامت البينه او كان الحبل او الاعتراف والحكمه اختبار الامه في العمل بما لا يجدون لفظه في القران وتحقيق ايمانهم بما انزل الله تعالى عكس حال اليهود الذين حاولوا كتم نص الرجم في التوراه القسم الثالث ما نسخ حكمه ولفظه كنسخ حكم الرضعات العشر السابق في حديث عائشه رضي الله عنها وينقسم النسخ باعتبار الناسخ الى اربعه اقسام واحد نسخ القران بالقران ومثاله آية المصابرة اثنان نسخ القرآن بالسنة ولم أجد له مثالا سليما ثلاثة نسخ السنة بالقرآن ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بالسنة باستقبال الكعبة الثابت بقوله تعالى فَوْلِ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة أربعة نسخ السنة بالسنة ومثاله قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن النبيذ في الأوعية فاشربوا فيما شئتم ولا تشربوا مسكرا أخرجه مسلم من حكم النسخ واحد مراعاة مصالح العباد بتشريع ما هو أنفع لهم في دينهم ودنياهم اثنان التطور في التشريع حتى يبلغ الكمال ثلاثة اختبار المكلفين باستعدادهم لقبول التحول من حكم إلى آخر ورضاهم بذلك أربعة اختبار المكلفين بقيامهم بوظيفة الشكر إذا كان النسخ إلى خف ووظيفه الصبر اذا كان النسخ الى اثقل وينقسم النسخ باعتبار خفه الحكم وثقله الى واحد الى اخف وهو كثير ومنه قوله تعالى الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا اثنان الى اثقل ومثاله التدرج في تحريم الخمر حيث انتقل من الإباحة إلى التحريم وقت الصلوات، ثم إلى التحريم الكلي. ثلاثة إلى مساوٍ، ومثاله نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. الدرس الرابع عشر: الأخبار. تعريف الخبر، ولغة النبأ، واصطلاحًا ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او وصف وقد سبق الكلام على احكام كثير من القول فعل النبي صلى الله عليه وسلم واحد ما فعله بمقتضى الجبله كالاكل والشرب والنوم فلا حكم له في ذاته ولكن قد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب وقد يكون له صفة مطلوبة كالأكل باليمين او منهي عنها كالأكل بالشمال اثنان ما فعله بحسب العادة كصفة اللباس فمباح في حد ذاته وقد يكون مأمورا به او منهيا عنه لسبب ثلاثة ما فعله على وجه الخصوصية فيكون مختصًا به كالوصال في الصوم والنكاح بالهبة، ولا يُحكم بالخصوصية إلا بدليل؛ لأن الأصل التأسي به صلى الله عليه وسلم. أربعة: ما فعله تعبدًا، فهو واجب عليه حتى يحصل البلاغ؛ لوجوب التبليغ عليه؛ ثم يكون مندوبًا في حقه وحقنا على أصح الأقوال. وذلك لان فعله تعبدا يدل على مشروعيته والاصل عدم العقاب على الترك فيكون مشروعا لا عقاب في تركه وهذا حقيقه المندوب مثال ذلك حديث عائشه رضي الله عنها انها سئلت باي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدا اذا دخل بيته قالت بالسواك اخرجه مسلم فليس في السواك عند دخول البيت إلا مجرد الفعل، فيكون مندوبًا. ومثال آخر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه الترمذي وابن ماجه. فتخليل اللحية ليس داخلًا في غسل الوجه، حتى يكون بيانًا لمجمل، وإنما هو فعل مجرد فيكون مندوبًا. خمسة. ما فعله بيانا لمجمل من نصوص الكتاب او السنه فهو واجب عليه حتى يحصل البيان لوجوب التبليغ عليه ثم يكون له حكم ذلك النص المبين في حقه وحقنا فان كان واجبا كان ذلك الفعل واجبا وان كان مندوبا كان ذلك الفعل مندوبا ومثال الواجب أفعال الصلاة الواجبة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم بيانًا لمجمل قوله تعالى: "وأقيموا الصلاة"، ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين خلف المقام بعد أن فرغ من الطواف بيانًا لقوله تعالى: "واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى" حيث تقدم صلى الله عليه وسلم إلى مقام إبراهيم وهو يتلو هذه الآية، فالركعتان خلف المقام سنة. وصف النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقه، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أشجع الناس. متفق عليه. مثال ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من وصف في خلقته كان النبي صلى الله عليه وسلم ربعه من الرجال ليس بالطويل ولا بالقصير اخرجه البخاري ملاحظه الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم عدم الخصوصيه الا لدليل يدل عليها تقريض النبي صلى الله عليه وسلم وأما تقريره صلى الله عليه وسلم على الشيء فهو دليل على جوازه على الوجه الذي أقره قولا كان أم فعلا. واحد مثال إقراره على القول إقراره الجارية التي سألها أين الله؟ قالت في السماء أخرجه مسلم. اثنان ومثال إقراره على الفعل إقراره صاحب السرية الذي كان يقرأ لأصحابه فيختم بقل هو الله احد فقال صلى الله عليه وسلم سلوه لاي شيء كان يصنع ذلك فسالوه فقال لانها صفه الرحمن وانا احب ان اقراها فقال صلى الله عليه وسلم اخبروه ان الله يحبه متفق عليه ومثال اخر اقراره الحبشه يلعبون في المسجد من اجل التاليف على الاسلام فاما ما وقع في عهده ولم يعلم به فانه لا ينسب اليه ولكنه حجه لاقرار الله له ولذلك استدل الصحابه رضي الله عنهم على جواز العزل باقرار الله لهم عليه قال جابر رضي الله عنه كنا نعزل والقران ينزل متفق عليه وزاد مسلم قال سفيان ولو كان شيئا ينهى عنه لنهانا عنه القران ويدل على ان اقرار الله حجه ان الافعال المنكره التي كان المنافقون يخفونها يبينها الله تعالى وينكرها عليهم فدل على ان ما سكت الله عنه فهو جائز تنبيه قد ياتي اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على الشيء مع كون تركه اولى وينقسم الخبر الى اقسام باعتبارين باعتبار من يضاف اليه وباعتبار طرقه اما الخبر باعتبار من يضاف اليه فهو ثلاثه اقسام اولا المرفوع وهو قسمان فالمرفوع حقيقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله واقراره والقسم الثاني المرفوع حكمه وهو ما اضيف الى سنته او عهده او نحو ذلك مما لا يدل على مباشرته اياه ومن قول الصحابي امرنا او نهينا او نحوهما كقول ابن عباس رضي الله عنهما امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن الحائض متفق عليه وقول ام عطيه رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، متفق عليه. القسم الثاني من أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه الموقوف، أي ما أضيف إلى الصحابي ولم يثبت له حكم الرافعة، وهو حجة على القول الراجح إلا أن يخالف نصًا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصًا أخذ بالنص، وان خالف قول صحابي اخر اخذ بالراجح منهما والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك القسم الثالث المقطوع وهو ما اضيف الى التابعي فمن بعده والتابعي من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالرسول صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وينقسم الخبر أيضًا باعتبار طرقه إلى قسمين. واحد: المتواتر، وهو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار". متفق عليه. اثنان: الآحاد. وهو ما سوى المتواتر وينقسم من حيث الرتبة إلى ثلاثة أقسام كما سيأتي أقسام خبر الآحاد من حيث الرتبة واحد الصحيح وهو ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة اثنان الحسن وهو ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعله القادحه ويصل الى درجه الصحيح اذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره ثلاثه الضعيف وهو ما خلا من شرط الصحيح والحسن ويصل الى درجه الحسن اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره التحمل والأداء: واحد التحمل هو أخذ الحديث عن الغير، اثنان الأداء: وهو إبلاغ الحديث إلى الغير، وله صيغ منها: (أ) حدثني، لمن قرأ عليه الشيخ، (ب) أخبرني، لمن قرأ عليه الشيخ، أو قرأ هو على الشيخ. جيم أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. دال العنعنة: وهي رواية الحديث بلفظ عن وحكمها الاتصال الا من معروف بالتدليس فلا يحكم فيها بالاتصال الا ان يصرح بالتحديث هذا وللبحث في الحديث ورواته انواع كثيره في علم المصطلح وفيما اشرنا اليه كفايه ان شاء الله تعالى الدرس الخامس عشر الاجماع الاجماع لغه العزم والاتفاق واصطلاحا اتفاق مجتهدي هذه الامه بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي فخرج بقولنا اتفاق وجود خلاف ولوم واحد فلا ينعقد معه الاجماع وخرج بقولنا مجتهدي العوام والمقلدون فلا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، وخرج بقولنا: هذه الأمة إجماع غيرها، فلا يعتبر. وخرج بقولنا: بعد النبي صلى الله عليه وسلم: اتفاقهم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يعتبر إجماعًا من حيث كونه دليلا، لأن الدليل حصل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ولذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل أو كانوا يفعلون كذا أو كانوا يفعلون كذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرفوعًا حكمًا لا نقلًا للإجماع. وخرج بقولنا على حكم شرعي اتفاقهم على حكم عقلي أو عادي فلا مدخل له هنا إذ البحث في الإجماع كدليل من أدلة الشرع. من ادله حجيه الاجماع واحد وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس فقوله شهداء على الناس يشمل الشهاده على اعمالهم وعلى احكام اعمالهم والشهيد قوله مقبول اثنان فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول دل على أن ما اتفقوا عليه حقا ثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة أخرجه جماعة بألفاظ متقاربة أربعة أن نقول إجماع الأمة على شيء إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا فإن كان حقا فهو حجة وان كان باطلا فكيف يجوز ان تجمع هذه الامه التي هي اكرم الامم على الله منذ عهد نبيها صلى الله عليه وسلم الى قيام الساعه على امر باطل لا يرضى به الله هذا من اكبر المحال وينقسم الاجماع الى نوعين واحد القطعي وهو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة ومثاله الإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله اثنان الظني وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء وقد اختلف العلماء في امكان ثبوته وارجح الاقوال في ذلك راي شيخ الاسلام ابن تيميه حيث قال في العقيده الواسطيه والاجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه انتهى واعلم ان الامه لا يمكن ان تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فإنها لا تجمع إلا على حق وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر فإما أن يكون الدليل غير صحيح أو غير صريح أو منسوخا أو في المسألة خلاف لم تعلم شروط الإجماع واحد أن يثبت بطريق صحيح بأن يكون إما مشهورا بين العلماء أو ناقله ثقة واسعة الاطلاع اثنان لا يسبقه خلاف مستقر فان سبقه ذلك فلا اجماع لان الاقوال لا تبطل بموت قائلها تنبيهات الاجماع لا يرفع الخلاف السابق وانما يمنع من حدوث خلاف هذا هو القول الراجح لقوه ما خذه وقيل لا يشترط ذلك فيصح ان ينعقد في العصر الثاني على احد الاقوال السابقه ويكون حجه على من بعده ولا يشترط على راي الجمهور انقراض عصر المجمعين فينعقد الاجماع من اهله بمجرد اتفاقهم ولا يجوز لهم ولا لغيرهم مخالفته بعد لان الادله على ان الاجماع حجه ليس فيها اشتراط انقراض العصر ولان الاجماع حصل ساعه اتفاقهم فما الذي يرفعه؟ وإذا قال بعض المجتهدين قولاً أو فعل فعلاً، واشتهر ذلك بين أهل الاجتهاد، ولم ينكروه مع قدرتهم على الإنكار، فقيل يكون إجماعاً، وقيل يكون حجة لا إجماعاً، وقيل ليس بإجماع ولا حجة، وقيل إن انقرضوا قبل الإنكار فهو إجماع. لان استمرار سكوتهم الى الانقراض مع قدرتهم على الانكار دليل على موافقتهم وهذا هو الاجماع السكوتي وهذا اقرب الاقوال قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله والاجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح اذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الامه فقال الامام احمد رحمه الله من يدّعي الإجماع فهو كاذب، أي في غير مسألة استقر على الإجماع فيها وضبط في القرون المفضلة. الدرس السادس عشر القياس تعريف القياس لغة التقدير والمساواة، واصطلاحا تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. أركان القياس واحد الفرع وهو المقيس اثنان الأصل وهو المقيس عليه ثلاثة الحكم وهو ما اقتضاه الدليل الشرعي من وجوب أو تحريم أو صحة أو فساد أو غيرها 4- العلة المعنى الذي ثبت بسببه حكم الأصل من أدلة حجية القياس واحد من الكتاب قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان والميزان ما توزن به الامور ويقايس به بينها وقوله كما بدانا اول خلق نعيده وقوله والله الذي ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور فشبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، وشبه إحياء الأموات بإحياء الأرض، وهذا هو القياس. اثنان من السنة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته عن الصيام عن أمها بعد موتها: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم، قال فصومي عن أمك. أخرجه مسلم، وأن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ولد لي غلام أسود، فقال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال فأنى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق، قال فلعل ابنك هذا نزعه عرق، متفق عليه. وهكذا جميع الأمثال الواردة في الكتاب والسنة دليل على القياس لما فيها من اعتبار الشيء بنظيره. ثلاثة من أقوال الصحابة ما جاء عن أمير المؤمنين عمر في كتابه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما في القضاء قال: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة. ثم قايس الأمور عندك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشباهها بالحق، أخرجه البيهقي، قال ابن القيم: وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول، وحكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق، ونظير الباطل باطل، واستعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام شروط القياس واحد ألا يصادم دليلا أقوى منه فالاعتبار بقياس يصادم النص أو الإجماع أو أقوال الصحابة إذا قلنا قول الصحابي حجة ويسمى القياس المصادم لما ذكر فاسد الاعتبار مثاله أن يقال يصح أن تزوج المرأة الرشيدة نفسها بغير ولي قياسا على صحة بيعها ما لها بغير ولي فهذا قياس مصادم للنص وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي أخرجه بعض أصحاب السنن اثنان أن يكون حكم الأصل ثابتا بنص فإن كان ثابتا بقياس لم يصح القياس عليه وانما يقاس على الاصل الاول لان الرجوع اليه اولى ولان قياس الفرع عليه الذي جعل اصلا قد يكون غير صحيح ولان القياس على الفرع ثم الفرع على الاصل تطويل بلا فائده او اجماع مثاله ان يقال يجري الربا في الذره قياسا على الارز ويجري في الارز قياسا على البرد فالقياس هكذا غير صحيح، ولكن يقال: يجري الربا في الذرة قياسا على البر، ليقاس على أصل ثابت بنص. ثلاثة: أن يكون لحكم الأصل علة معلومة، ليمكن الجمع بين الأصل والفرع فيها، فإن كان حكم الأصل تعبديا محضا لم يصح القياس عليه. مثاله أن يقال: لحم النعامة ينقض الوضوء قياسًا على لحم البعير لمشابهتها له، فيقال: هذا القياس غير صحيح؛ لأن حكم الأصل ليس له علة معلومة، وإنما هو تعبدي محض على المشور. أربعة: أن تكون العلة مشتملة على معنى مناسب للحكم يعلم من قواعد الشرع اعتباره، كالإسكار في الخمر. فان كان المعنى وصفا طرديا لا مناسبه فيه لم يصح التعليل به كالسواد والبياض مثلا مثال ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان بريره خيرت على زوجها حين عتقت قال وكان زوجها عبدا اسود فقوله اسود وصف طردي لا مناسبه فيه للحكم ولذلك يثبت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد وإن كان أبيض ولا يثبت لها إذا عتقت تحت حر وإن كان أسود خمسة أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل كالإيذاء في ضرب الوالدين المخيس على التأفيف فإن لم تكن العلة موجودة في الفرع لم يصح القياس مثاله أن يقال العله في تحريم الربا في البر كونه مكيلا ثم يقال يجري الربا في التفاح قياسا على البر فهذا القياس غير صحيح لان العله غير موجوده في الفرع اذ التفاح غير مكيل اقسام القياس باعتبار خفائه واحد الجلي وهو ما ثبتت علته بنص أو إجماع أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع ألف ما ثبتت علته بنص مثاله قياس المنع من الاستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الاستجمار بالروثة فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذا ركس، أخرجه البخاري: والركس النجس. باء ما ثبتت علته بإجماع، مثاله نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع وهي تشويش الفكر وانشغال القلب جيم ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع مثاله قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما. القسم الثاني الخفي، وهو ما ثبتت علته باستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. مثاله قياس الأُشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان. أقسام أخرى للقياس: واحد قياس الشبه، وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم، وفيه شبه بكل منهما، فيلحق بأكثرهما شبها به. اثنان قياس العكس، وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرع. لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. مثال الأول: العبد، هل يملك بالتمليك قياساً على الحر؟ أو لا يملك قياساً على البهيمة؟ إذا نظرنا إلى هذين الأصلين: الحر والبهيمة، وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث أنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع، ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. ومثال الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع احدكم صدقه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر اخرجه مسلم فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوط الحلال نقيض حكم الاصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجرًا لأنه وطء حلال، كما أن في الأصل وزرًا لأنه وطء حرام. الدرس السابع عشر التعارض تعريف التعارض لغةً التقابل والتمانع، واصطلاحًا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. اقسام التعارض اربعه واحد ان يكون بين ذلك دليلين عامين الف ويمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم وقوله إنك لا تهدي من أحببت، والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم، والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. باء فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول مثال ذلك قوله تعالى في الصيام وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم فهذه الآية تفيد التخير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخر تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما لكنها متاخره عن الاولى فتكون ناسخه لها كما يدل على ذلك حديث سلمه بن الاكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما جيم فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ أخرجه أصحاب السنن وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء قال لا إنما هو بضعة منك أخرجه أصحاب السنن فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم د فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح اثنان أن يكون بين دليلين خاصين ألف ويمكن الجمع بينهما فيجب الجمع مثال ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى اخرجهما مسلم فيجمع بينهما بانه صلاها بمكه ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه. باء فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ، مثال ذلك قوله تعالى: "يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك، مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك". وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن فالثانية ناسخة للأولى على أحد الأقوال جيم فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح مثال ذلك حديث ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال أخرجه مسلم، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه تزوجها وهو محرم متفق عليه، فالراجح الأول: لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما أخرجه الترمذي دال فإن لم يوجد مرجع وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح ثلاثة بين عام وخاص فيخصص العام بالخاص مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر أخرجه البخاري وقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة متفق عليه فيخصص الأول بالثاني ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوسق أربعة أن يكون التعارض بين النصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه ألف ويقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به مثال ذلك قوله تعالى: «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا»، وقوله: «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن»، فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة في الحامل وغيرها، والثانية خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الأولى بالثانية وذلك أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج متفق عليه وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها باء وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه فالاول خاص في تحيه المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاه يشمل تحيه المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول فتجوز تحيه المسجد في الاوقات المنهي عن عموم الصلاه فيها وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد كقضاء المفروضه وإعادة الجماعة فضعف عمومه جيم وإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم أحدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصورة التي يتعارضان فيها لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الأمر على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. الدرس الثامن عشر الترتيب بين الأدلة الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس إما ان تتفق على الحكم او ينفرد احدها من غير معارض فيجب اثبات الحكم او ان تتعارض ويمكن الجمع فيجب الجمع او لا يمكن الجمع فيعمل بالنسخ ان تمت شروطه ولا يمكن الجمع ولا النسخ فيجب الترجيح قواعد الترجيح واحد في الكتاب والسنه يقدم النص على الظاهر والظاهر على المؤول والمنطوق على المفهوم والمثبت على النافي والناقل عن الاصل على المبق عليه لان مع الناقل زياده علم والعام المحفوظ الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه اكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره. اثنان في الإجماع يقدم القطعي على الظني، ثلاثة في القياس يقدم الجلي على الخفي. الدرس التاسع عشر المفتي والمستفتي تعريفهما المفتي هو المخبر عن حكم شرعي، والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي. شروط جواز الفتوى واحد أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف اثنان أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على الشيء فرع عن تصوره فإذا أشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه وإن كان يحتاج إلى تفصيل استفصله أو ذكر التفصيل في الجواب، فإذا سُئل عن امرئ هلك عن بنت وأخ وعم شقيق، فليسأل عن الأخ هل هو لأم أو لا، أو يفصّل في الجواب، فإن كان لأم فلا شيء له، والباقي بعد فرض البنت للعم، وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له، ولا شيء للعم. ثلاثة: أن يكون هادئ البال. ليتمكن من تصور المسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها شروط وجوب الفتوى واحد وقوع الحادثة المسؤول عنها فإن لم تكن واقعة لم تجب الفتوى لعدم الضرورة إلا أن يكون قصد السائل التعلم فإنه لا يجوز كتم العلم، بل يجيب عنه متى سئل بكل حال. اثنان: ألا يعلم من حال السائل أن قصده التعنت أو تتبع الرخص أو ضرب آراء العلماء بعضها ببعض أو غير ذلك من المقاصد السيئة، فإن علم ذلك من حال السائل لم تجب الفتوى. ثلاثة: أن لا يترتب على الفتوى ما هو أكثر منها ضررا، فإن ترتب عليها ذلك وجب الإمساك عنها دفعا لأشد المفسرتين بأخفهما. يلزم المستفتي أربعة أمور: واحد: أن يريد باستفتائه الحق والعمل به، لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من المقاصد السيئة. اثنان: أن لا يستفتي إلا من يعلم أو يغلب على ظنه أنه أهل للفتوى، وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا وورعًا، وقيل: يجب ذلك. ثلاثة: أن يصف حالته وصفًا صادقًا دقيقًا، كقول السائل: إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإذا توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ أربعة أن ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه إلا وقد فهم الجواب تماما الدرس العشرون الاجتهاد تعريف الاجتهاد واحد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق واصطلاحا هو بذل الجهد لإدراك حكم شرعي والمجتهد من بذل جهده لذلك شروط الاجتهاد واحد أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وحديثها اثنان أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك ثلاثة أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع 4. أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم، من تخصيص أو تقييد أو نحوه، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. 5. أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ، كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. ستة ان يكون عنده قدره يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها والاجتهاد قد يتجزا فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائله ما يلزم المجتهد واحد ان يبذل جهده في معرفه الحق ثم يحكم بما ظهر له فان اصاب فله اجران اجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد، والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة. الدرس الحادي والعشرون التقليد تعريف التقليد لغة وضع الشيء في العنق محيطا به كالقلادة، واصطلاحا هو اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الإجماع واتباع الصحابي اذا قلنا ان قوله حجه فلا يسمى اتباع شيء من ذلك تقليدا لانه اتباع للحجه لكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع وللتقليد موضعان واحد ان يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفه الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ويقلد افضل من يجده علما وورعا فان تساوى عنده اثنان خير بينهما اثنان ان يقع للمجتهد حادثه تقتضي الفوريه ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ واشترط بعضهم لجواز التقليد ألا تكون المسألة من أصول الدين التي يجب اعتقادها، لأن العقائد يجب الجزم فيها، والتقليد إنما يفيد الظن فقط، والراجح أن ذلك ليس بشرط، لعموم قوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والآية في سياق إثبات الرسالة، وهو من أصول الدين ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته، فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبق إلا التقليد، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. والتقليد نوعان: واحد العام، وهو أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وحكمه منهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتاخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان في القول بوجوب طاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع، وجوازه فيه ما فيه. وقال: من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بدليل يقتضي خلاف ذلك ولا عذر شرعي ولا عذر شرعي يقتضي حل ما فعله فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر واما اذا تبين له ما يوجب رجحان قول على قول اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها واما بان يرى احد الرجلين اعلم بتلك المساله من الاخر وهو اتقى لله فيما يقول فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك النوع الثاني الخاص وهو ان ياخذ بقول معين في قضيه معينه فهذا جائز إذا عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزًا حقيقيًا أو استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. وفتوى المقلد نوعان، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأهل الذكر هم أهل العلم، والمقلد ليس من أهل العلم المتبوعين، وإنما هو تابع لغيره. قال ابو عمر بن عبد البر رحمه الله وغيره اجمع الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم وان العلم معرفه الحق بدليله قال ابن القيم رحمه الله وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفه الحاصله عن الدليل واما بدون الدليل فانما هو تقليد وحكى ابن القيم رحمه الله في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال: واحد: لا تجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم حرام، وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الشافعية. اثنان: أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن يقلد فيما يفتي به غيره. ثلاثة: أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم المجتهد، وهو أصح الأقوال، وعليه العمل. وبه يتم ما أردنا كتابته في هذه المذكرة الوجيزة. نسأل الله أن يلهمنا الرشد في القول والعمل، وأن يكلل أعمالنا بالنجاح. إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته